بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور محمود حسنين يعني أخ وزميل أكثر من 30 عاما، وأنا استلمت يمكن نيابتي وكان الدكتور محمود حسنين أضى فترة في النيابة معايا. الدكتور محمود حسنين يعني يمثل العلم والخلق الدؤوب، ريسيرش مان، يعني كلنا كل قسم بيحب الدكتور محمود حسنين. محمود حسنين انا معاشه من وانا طالب، احنا دفعه واحده سن واحد تقريبا، جراز بلد منه 6 شهور بس محمود حسنين عنده صفات يا ريت ناس كتير قوي تبقى عندها زي. اولا هو مثقف مطلع طيب جدا هادي جدا، بس لو انفعل يبقى حاجه كبيره. محمود حسنين شغلنا نواب مع بعض، ترقينا تقريبا مع بعض، واشتغلنا برايفت مع بعض، وبقى في عضو جمعيه الادب المصريه معايا، وانا كنت رئيس الجمعيه. لقيت فيه صفات تخليه هو الانترو تشيف للايجيبشن كارديو. محمود حسنين مصطفى نور، احنا نعتبر نفسنا تري ماسكتيوس، احنا الثلاثه بدينا قسم القلب الجديد تحت رعايه طبعا الاستاذ الدكتور وجدي عياد اللي هو خدنا واحنا صغيرين وكبرنا وعملنا القسم الجديد وعملنا وزننا مع بعض. يعني الحمد لله احنا الثلاثه عمرنا وما اختلفناش، تقريبا ارائنا متشابهه. دي حاجه مميزه فينا. ولما بدينا نعمل حتى كارديو أليكس كنا مع بعض وستيل بورد، احنا البورد. لما جينا نعمل اي سي سي احنا الثلاثه مع بعض وايد قسم قلب معانا، فهي عشرته حلوه. محمود حسنين نشرته حلوه، فاتمنى الله ان يكون المحبه بيننا على طول وان نفضل طول عمرنا اصدقاء. دكتور محمود حسنين، دكتور محمود حسنين اخويا الكبير، بنشتغل في نفس اليوم في القسطرة، له كاركتر الأنيق المؤدب الشيك، الخلق العالي، التعاملات الجميلة جدا في دكتور محمود حسنين. الواحد يعتز ان انا بشتغل معاه بقالي 20 سنة في نفس اليوم، يوم الحد في قسطرة الكلية. دكتور محمود صعب ان الواحد ما يحبوش، يعني ما اعتقدش ان دكتور محمود حسنين ممكن ان يكون له اي عدو. بس موقف جميل، دكتور محمود حسنين كلنا عارفين انه ما بيتنرفزش، بس انا مش عايز يعني ادخل سياسه، بس شفته صباحيه الاعلان الدستوري، عمري ما شفت دكتور محمود حسنين متنرفز بهذا المنظر واحنا في ساحه كليه الطب. بس كان جميل، واول مره اشوفه بيتنرفز كده، وهو جميل وهو بيتنرفز وجميل في كل حاجه. هو اهل لكل جايزه، ربنا يخليه لينا، وانا افخر ان انا في القسم مع اساتذتي العظام كلهم، وخصوصا دكتور محمود حسنين، دكتور مصطفى نوار، ودكتور محمد صبحي، وطبعا الاب الروحي بتاعنا دكتور وجدي عياد، ربنا يخليهم لينا جميعا. بهنيك على التكليف اللي بتاخده النهارده، وبشكرك على ال30 سنة اللي فاتوا من عمرنا، واتمنى ال30 سنة الجايين يكونوا اسهل. انا عارفه كنت مشغول قد ايه، بس اعتقد ان نتيجه الانشغال ده كانت الحمد لله مشرفه، ومجهوداتك كانت باينه في مجالك. كنت نعمة الأب، وبصراحة كنت أحسن زوج. بشكرك على السبورت اللي عملته لي أنا شخصيا علشان أتقدم في الكارير بتاعي، ويا رب دايما موفق وكل الكارديولوجي والعلم في مصر متوفر. والدي العزيز، أنا بهنيك النهاردة على حصولك على التكريم ده. أنا كبرت وشفت قد إيه انت مخلص لرسالتك
بتحب عيانينك بتحب علمك. انت فعلا نعم الاب ونعم المعلم. اتمنى لك كل التوفيق وتحياتي ليك ولكل الحضور من امريكا.